ربنا ينتقم منك. امشي يا عم. يا صبري اتفضلي يا استاذ. يا صبري في حد سأل عليا؟ في حد سأل عليا النهارده؟ لا يا استاذه والله ما حدش سأل على حضرتك خالص. طب وانت واقف تعمل ايه هنا؟ انا اسف انا هطلع اشوف الامن بره مستتب ولا لا. بسرعه اتفضل. حاضر يا استاذ. ايه الهبر اللي بيحصل في المكان ده؟ ازيك يا استاذه كامليه موظفه الاستقبال؟ والله عسل يا كوكو. موظفه الاستقبال؟ طالما قلت يا كوكو يبقى الدار امان ومفيش حد سمعنا. لا امان حبيبتي. انت وحشتيني قوي. وانت كمان اكرم. انا عايز اقول لك حاجه. قول يا حبيبتي. انت ليه ما بتجيش تشوف بابي ومامي؟ معيانين. ايه ده؟ قولي لي اطمن عليهم يعني. انت ليه ما جيتش خطبتني لحد دلوقتي؟ ما انت عارفه بصحى متاخر ما بلحقش يعني. وبعدين انا بخاف من اميره مراتي. ما لو عملت كده ممكن تطين عيشتي. سالك يا اكرم خلاص اللي بيننا انت. وبعدين هو مين اللي قال ان القمر بيطلع في السماء؟ لا زعلان. قولي لي بس والنبي لا تقولي لي يا منصف. منصف ايه وقرف ايه بس؟ بقى انا عمال اغزلك واقول لك قمر وسماء وتقول لي منصف. طب مين يقدر يسيب حته الكنافه بالقشطه بالمكسرات باللوز المحشيه كنافه دي؟ منصف منصف ايه وقرف ايه؟ محد يقدر يسيب طبق الحلويات اللي مليان مكسرات اللي عليه قشطه وكاستر من فوق ده؟ ربع بلح. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا واقف في الطابور بس عايز اكل معاك. مش تكح يا متخلف ولا تقول اي حاجه وانت داخل. ماشي يا عمي. ما اعرفش انك يعني بتاكل حلويات ولع الدنيا. مش ليا اصلا. امال مين؟ مرات عمك مهبطه فوق فبنطلب لها طلب حلويات. ومرات عمي عارفه موضوع الحلويات اللي من عندك؟ لا لا انا عاملها لها مفاجاه. ماشي. روحي يا كاميليا يلا اطلبي الاوردر بسرعه. طب مستر اكرم تحب أيوه. الحلويات بالمكسرات ولا بالقشطه؟ بالقشطه. يا مهني. قصدي يا كهني. احترم نفسك. هو الاثنين غلط؟ ايوه عيب. بس يا راجل يا شقي ايه يا عمي مولع الدنيا انت وخيانه قديمه قوي مع السكرتيره. جو اتلغى. خيانه ايه؟ بنطلب حلويات. انت حلويات ماشي يا سيدي. انت كنت عايز ايه اصلا؟ ايه اللي جايبك؟ جريت ريقي على الحلويات والله. هبقى اكلك معانا. مولع الدنيا انت. المهم انت جاي ليه؟ جاي لك عشان موضوع الشريط. شريط؟ انت لسه ما بطلتش البرشام والحاجات اللي مبوظه شكلك دي. برشام ايه يا عم؟ الشريط. الشريط اللي هتنتجه لي. شريط الاغاني. شريط ايه؟ اسمه البوم. البوم يا بيئه. اسمه البوم. ايوه البوم. انا جاي لك عشان الالبوم اللي هتنتجه لي. ايوه. وانت مالك انت ومال الغنى ومال الحاجات دي؟ والنبي والنبي اقف جنبي زي عم رمضان ما وقف جنبي. والنبي عمل لك ايه يا عمك رمضان بقى؟ جاب لي دي. بص الهارمونيكا دي. ايه دي بتعمل بيها؟ ايه دي؟ دي بعزف عليها وانا بغني. نعم يا اخويا. ايه تعزف عليها ازاي وانت بتغني وانت عندك بق واحد وبايظ؟ ايوه ما انا بضحك عليها. بعزف واغني. بتعمل كده يعني؟ اقف جنبي بقى. بص عم رمضان جاب لي دي. يا ابني عمك رمضان. طب خلاص روح هو يعمل لك البوم. لا لا عم رمضان منين؟ ما انت عارف اللي فيها ده. يا دوب جايب لي دي وايجار كمان. انت مالك ومال الغنى ومال الحاجات دي؟ انت تفهم حاجه في الموسيقى يعني؟ مش شرط. يعني تعرف مقامات؟ محفوظه يا ابني. المقامات محفوظه. مش المقامات دي. انت بواب. امال ايه؟ مش دي المقامات. انا قصدي المقامات الموسيقيه يعني النهاوند السيكا البياتي. البياتي الشتوي البياتي الصيفي. يا ابني ده في العلوم. مش بتاع النمل ده. مش قصدي على ده خالص يا عمي. ما انت برضو قديم بصراحه. كان زمان زمان ايام عبد الوهاب وام كلثوم كان لازم عشان انجح في الغنى ابقى حاجه من الاثنين. لا بفهم في المزيكا لا صوتي حلو. امال دلوقتي بقى الموضوع مختلف تماما. دلوقتي ابقى لازم اكون بار باهلي او صريح مع الضرايب. الاثنين دول بينجحوا. ايه علاقه ده يا ابني بال اللي بار باهله؟ ما شفتش اللي قال لك اخواتي اخواتي؟ ربنا كرم ونجح عشان بار باهله ما نسيش اخواته. كان ممكن يقول اصحابي زمايلي انما قال اخواتي كسر الدنيا. يا ابني ده كلام رقيق يا ابني ما ينفعش تغنيه. مش مهم. والتاني بقى الصريح مع الضرايب ده طلع لك وركبت الاكس 6 صريح. كان ممكن يقول ركبت لادا ويخبي الاكس 6. مكسرين الدنيا والله يا ابني. بس انا مش عايزك. عايزك لو غنيت او هتشتغل في الفن تعمل فن هادف. ما تعملش الكلمات الرقيقه دي. طب ما تقول لنفسك. مش قصدي يعني غمازات غمازات. يعني قصدي قول لي الاغاني. انا عايزك انت تبقى احسن من اي حد. أيوة حتى حاضر. لو مني انا شخصيا. حاضر. بعدين الحمد لله تبت. ايوه تبت. عملت عو عو ما تبت اني.
خلينا ساكتين خلينا ساكتين. انت يعني تفهم في يعني تعرف تغني يعني؟ اعرف اغني. السؤال ده لو اتكرر انا هفجر نفسي. لا 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 خلاص. وعلى ايه؟ اعرف اغني. اقول لك على حاجه، انا يا سيدي ما بشتغلش مغني ولا ليا في الغنى خالص. المفروض انا بحب المزيكا كده من بعيد يعني، بحب اسمع حاجات قديمه وكده. ماشي، انا هغني لك حاجه من الحاجات اللي انا بحب اسمعها وانت هتغنيها. لو غنيتها كويس هنتج لك يا سيدي. اختبار يعني؟ اختبار بسيط كده. ماشي ماشي. بس انت هتغني احسن مني، انا مش مغني. اكيد طبعا. وصفوني الصبر لقيته خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب انقال. مع انك خرجت من اللحن بس تمام، مالكش دعوه بيا انا يعني. والصوت فيه نشاز وحاجه يعني فعلا. معلش معلش سامحني، مش غنايه يعني. ماشي. المهم يا سيدي انا هقعد على الكرسي اللي هناك ده واديك ظهري زي برامج المسابقات بالظبط. بجد والله؟ اول ما تغني لفلك على طول. الله، كان نفسي اقدم في البرامج دي بس قلت مش هيدخلوني بالبيجامه. جات لك لحد عندك. ماشي. يا سيدي ربنا يخليك يا عم، معلش تعبك معايا بس تنجز بقى. لا لا يا سيد، انا ورايا شغل يا منصف، ما تقرفنيش. هبهرك ان شاء الله. يلا عشان ده فن مش كويس ان الكرسي بعجل وحاجات كده. زي برامج المقلب. ماشي اقعد بقى. شعر ولا ده؟ معلش يا سامي، بشوف قفا كاظم ببقى نفسي احلق له والله. اسمه استاذ كاظم يا معلم. استاذ ده امور من قفاه، هو في كده؟ يلا يلا. معايا فرقه ولا اتكل على يا الله؟ يا سيدي قول على طول بقى، انت مش محتاج فرقه. هراجع بس السلم الموسيقي. طب اتفضل. دو دو ري مي. لا ده سلم الخدامين ده. طب سيبنا مسحه بس ثواني. دو ري مي فا سوليا. رز ابيض تاكل معايا يا ابني، اصل الغنى برضه عايزني اقوت الاحباب يا حبيبي. ده جو جوع، ده ملوش دعوه، غني بقى. ماشي ماشي. وصفولي الصبر لقيته خيال. دي اللي انت وقعت فيها يا عم. اخلص. حاضر، انا بس بعرفك بس. وكلام في الحب يا دوب ينقال. شكرا. سقفولي تعاطف، اتعاملوا معايا ان انا حاله انسانيه والله. ايه ده، انت انبهرت بصوتي؟ ربنا يخليك. برافو عليك يا منصف، كسبت معانا 100 جنيه. ايه يا عمي ايه؟ الصبر وقرف على دماغك يا كاميليا. كاميليا كراميلا. عيون كراميلا، ذوقي ده عندك كده لغايه ما البس. بتلعب بالديكور؟ معلش يا حبيبتي. لا ولا يهمك. منصف كان معطلني خالص، عامل لي فيها كاظم الساهر وعمال يغني وصوته يقرف الكلب. مش مشكله مش مشكله. المهم احنا كنا بنقول ايه يا روحي؟ كنا تران تران. خبر ابيض، ارمي لادوس داخل عليا، اموت في الاغراء انا. ميرسي اكرم. لا وشعرك نازل على كتفك كده شكله ايه؟ الحقني يا اكرم. ايه 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 ليه كده؟ استاذه اميره جايه ورايا. طب اهرب اهرب. انا مالي يا مراتي؟ اهرب انت. طيب طيب خلاص يلا اهرب انت.